ميزة الرجالة الرئيسية ان هم كائنات بسيطة، اطفال جدا، دي احلى حاجة فيهم، مش محتاجين مجهود ولا ذكاء ولا خطط عشان تاخدي منهم كل اللي انت عايزاه. السر كله في التوقيت. عشان كده انا النهاردة بمنتهى البساطة هقولك ازاي تكسبي اي راجل في 30 ثانية. اول نصيحة انك تختار التوقيت المناسب. كل راجل عنده حتة كده في حياته لو عرفت تخش جواها هتاخدي منه كل اللي نفسك فيه. يعني عندك مثلا الوقت اللي بعد الماتش، طبعا في حالة فوز فريقه، طبعا اطلب اللي نفسك فيه بقلب جامد. الوقت اللي هو بعد ما تحطي قدامه أكلته المفضلة الدسمة، وقبل ما يمد إيده عليها وبقه كده ملغوش على كل حواسه التانية، عارف اللحظة دي؟ أخشي مضيع على بياض. الوقت اللي هو بعد ما تعفيه من زيارة عائلية، حبيبي بص احنا مش هنروح عند طنط فلانة النهاردة وعايزة كذا وكذا وكذا، دي ممكن يديكي فيها عينه. الاثنين، الثلاثين ثانية اللي بعد فوزه في 10 الطاولة، بولت استيميشن، بعد ما يحل لغز ميكي، والله احنا في منتهى اللذاذة، تفهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحدة أو بيبص على واحدة معدية، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم ساعدك. ممكن تكتبيه شقه اتفصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور. ازاي بقى؟ ساعه الحظ. ما انا لسه شارح. النصيحه التانيه بقى، حاول ان انت تنفخيه. هو ده؟ لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي نفختي. احنا هايفين قوي. والله ده احنا في الحته دي مفيش، والتقدير بياكل معانا وقتي. التقدير خسرك كتير. لا يعني هي صعبه دي، ما تعرفيش تخسري؟ لا صدقيني يا بنتي، انت لو خسرتي هتبقى انت الكسبانه، جربيها. النصيحه اللي هقولها دلوقتي صعبه شويه انا عارف، بس بالتمرين تقدري تعمليها وانت سايبه ايديكي. النصيحه دي بجد هتوديكي في منطقه تانية خالص في علاقتك بالراجل، هتعدي البراميل. انك تضحكي على قلشه. لما يقلش اضحكي، خديه على قد قلشه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني، وهتدعي لي برضه. طيب نصيحه تانية بقى فيها لبس مربك حبتين. الرجاله صحيح تفصيل ويحبوا الاكل قوي، انت عارفه، بيحبوا مود الاكل وريحه الاكل والحاله بتاعه الاكل دي، بس مش في الهدوم. نقطه، البيجامه اللي ريحتها كفته مش حلوه، ديل الحصان اللي ريحته طشه مش طعم خالص. انت تنظمي بقى، تعملي جدول تعلقيه على الثلاجه، تلبسي البيجامه بتاعت الكفته امتى والطشه بتاعت ديل الحصان، فاهمه؟ نظميها، هو ذنبه ايه؟ نصيحه بقى غايه في الاهميه، اديله مساحته والتمثيل والاعذار، وحطيه في حجمه الحقيقي. يعني ما بيردش على التليفون، مفيش داعي تكلميه 46 مره، وتكلمي مامته وباباه واخواته واصحابه وزمايله ونسايبه ومدرسينه وهو صغير. ما هو مش لازم تطوري الموقف بالشكل ده، ما انت برضه بتعملي حاجات غريبه، يعني بتحطي اغنيه سابني وراح يا هوا على الفيسبوك، معقوله للدرجه دي في 5 دقايق عشان ما ردش؟ تكتبي ستاتس في حواها ان ما اقصى ما يمكن ان يشعر به المرء هو الفقد الغير معلن والتجاهل المؤلم القاسي، قسوه بروده ليل في شتاء غابات النرويج المطيره، واشي في ايه، وفيلينج ساد ودموع مواساه الاصدقاء والجو. ليه كده؟ الموضوع عنده ابسط من كده بكتير. احنا مخنا ما بيجيبش المناطق المتطوره بتاعت حضرتك دي خالص. الراجل هتلاقيه حاجه من الاثنين، يا اما نايم يا اما بيتفرج على مصارعه سيدات ومش مركز معاكي. بس صدقيني مش هتخرج عن كده ابدا، اتك على الصبر. اخر واهم نصيحه معانا بقى، في شويه كلمات ارجوكي بلاش تقوليهم للراجل، لا في خناقه ولا من غير خناقه، ولا في الحرب ولا في السلم. ابعدي عن الرصه دي. بتفكر في ايه؟ انت فين؟ نزل الستاره، ارفع القعده، ما تهزش رجلك، مامتي مامتك معرفش تلاقيها عندك، سيب فلوس، احنا محتاجين نتكلم، لو مهتم كنت عرفت انت اتغيرت، مين نرمينتي، هترجع امتى، ما تتاخرش، مالك انا احلى ولا مديحه كامل، احلف. سمعت الرصه دي؟ دي تكتبيها برضو عندك في نوته كده وتقريها كتير عشان ما تقوليهاش، علشان تعرفي تعيشي في سعاده وتاخدي من النصايح بتاعتي دي وفعلا هتنبسطي. عرفت ازاي تكسبي الراجل في 30 ثانيه؟ اخر حاجه هقولها لك بقى نصيحه هايله جدا وهتحتاجيها طول الوقت، ازاي تملصي من راجل غلس في 30 ثانيه. ها انت بقى بقيتي شاطره، وممكن انت بقى تقولي لي ازاي تملصي من راجل غلس بالطريقه دي. سكتي ليه؟ لماحه البنت دي ملصت.